خلونا نطلع لفقرتنا الثانية، فقرة حائط صد. الحقيقة النهاردة في حائط صد تابعت كلام غريب جدا من واحد احنا يعني معتادين من اللي هم بيتحركوا زي ما حضراتكم عارفين. كذب وكلام غير حقيقي. كذب وكلام غير حقيقي، هذا الرجل أو هذا الشخص بيحاول أن يشكك في مبادئ النادي الأهلي. أنا عارف إن مبادئ النادي الأهلي دي عاملها لكم، والله العظيم ثلاثة أعلم هذا الأمر، لأنه لما بقعد مع أي حد من بعض من لا يشجع النادي الأهلي ألاقيهم دايماً يقول لك يعني إيه مبادئ النادي الأهلي؟ هي مبادئ النادي الأهلي دي يعني إيه؟ ما تقولوا لنا كده يعني إيه مبادئ النادي الأهلي؟ أقول لهم مبادئ النادي الأهلي ده من 1907 لغاية 2024 هي اللي النادي الأهلي عايش بيها، هي اللي النادي الأهلي وجمهوره عايشين بيها، هي العمود الفقري للنادي الأهلي، هي العمود الفقري في كل نجاحات النادي الأهلي في كل المستويات، سواء كمجلس إدارة أو فرق أو أي حاجة. هو ليه دايما لما بتيجي تتكلم عن النادي الأهلي أي حد بصراحة، دي بقى الواحد يتكلم عنها بصراحة، بعض من لا يشجع النادي الاهلي لما تيجي تكلمه تقول لهم الاداره يقول لك لا النادي الاهلي بصراحه، لانه هذه هي الحقيقه، الاعتماد على مبادئنا، مبادئ النادي الاهلي، هذه المبادئ اللي حضرتك بتشوفها في كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس الاداره، اللي بتشوفها في كابتن حسن حمدي رئيس مجلس الاداره، اللي بتشوفها في المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره السابق، اللي بتشوفها في الله يرحمه كابتن صالح سليم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بتشوفها في اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، بتجد ان هناك بعض الامور لا تتغير بتغير الاشخاص لانها مبادئ النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي دي ظاهره تستحق الدراسه. قول زي ما انت عايز، لا تستطيع ان تشكك في هذا الامر لانها الاساس في البطولات، الاساس في النجاحات، في كل البطولات والنجاحات اللي بيحققها النادي الاهلي مبادئنا هي الأساس. كلامك كله كذب في كذب، طول الوقت كذاب وبتقعد تكذب وخلاص. مفيش عندك مصداقية. مفيش لم تصبح هناك مصداقية ما بينك وما بين الجمهور. والله أقسم بالله كل الناس كثيرة جدا تكلمت تقول أنا بحب أضحك عليه. أقول لهم يا جماعة للدرجة دي بجد؟ يقولوا لي آه والله بنحب نضحك. لما أجي واحد يقول لي مثلا أخي إحنا طول النهار قاعدين في الشغل واللي بيعمل وضغوطات الشغل والكلام ده كله، فعايزين حاجة نفرفش بيها، عايزين حاجة نفرفش بيها، فنفتح التليفون نلاقي فلان الفلاني ده نجيبه ونقعد نسمعه، يعني ما بنتفرجش عليه حتى، يقول لك نحط التليفون كده ونقعد نضحك كده ونعمل كده وخلاص ونحاول ننام بعد ضغوط يوم طويل. فيلم كوميدي زي افلام اسماعيل ياسين كده. انا بالليل مثلا لما الواحد بيبقى تعبان ومتضايق وعنده ضغوطات طول النهار في حياته وفي شغله، تلاقيه يوم جاي رايح بالليل مشغل فيلم لاسماعيل ياسين، اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين في البوليس الحربي، مش عارف ايه الحاجات اللي بتاعت اسماعيل ياسين اللطيفه دي. نفس الكلام، والله نفس الكلام، ممكن نسميه اسماعيل ياسين. خلاص من هنا ورايح يا جماعه هنبتدي نقول اسماعيل ياسين، اسماعيل ياسين الاعلام الرياضي، لانه اللي بيحصل ده ماشي انا احب اللي يضحكني. مع اعتذارنا طبعا للفنان الكبير اسماعيل ياسين الله يرحمه. هتفضل دايما حياتك كده ما بين الجمهور وجمهورك وجمهور النادي اللي انت بتنتمي ليه، ما بقوش يثقوا فيك من كتر ما انت بتقول كلام غلط. ولما لقيت نفسك بعيد عن الترند وخلاص الناس ابتدت تنسى لقطتك وتنسى كلامك وتزهق منك، رحت تدعي كذبا على النادي الاهلي وعلى جماهيره. جماهير النادي الاهلي اللي بتعتبر الاعظم على مستوى التاريخ وعلى مستوى العالم بالنسبه لنا، ومش بالنسبه لنا بالكلام. هل حضراتكم كل شويه بموقف اخير وحصل السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت، لما اقول لحضرتك ان انا فرقتي مغلوبه 5-2 وبتؤدي بشكل سيء جدا، وكل ما قبل المباراه جمهور النادي الاهلي كان بيقول يا جماعه بالشكل اللي احنا رايحينه ده هنتغلب خلاص، فسهل جدا ساعتها كان جمهور النادي الاهلي يعمل ايه لما اتغلبنا 5-2 من سان داونز. وانا على فكره
من المباريات اللي انا سعيد بيها جدا جدا هزيمه النادي الاهلي. هتقول لي سعيد بهزيمه النادي الاهلي، هقول لك سعيد بهزيمه النادي الاهلي لانه هذه الهزيمه عرفتني، انا عارف، ولكن عرفت البعض ان جمهور النادي الاهلي ده هو اعظم جمهور في العالم. عرفت البعض ان جمهور النادي الاهلي ده هو اساس، مع مبادئ النادي الاهلي هو اساس بطولات النادي الاهلي في كل شيء.